ظهر لاعبي ريال مدريد خلال تدريبات الفريق وهم يرتدون قناع نقص الأكسجين تحت إشراف أنتوني بنتوس مدرب اللياقة البدنية. طريقة بنتوس ليست جديدة على الفريق، فقد كان لها تأثير واضح على لياقة اللاعبين خلال الموسم الماضي. يستخدم القناع بهدف محاولة محاكاة تأثيرات التدريب على ارتفاعات عالية من خلال تقييد دخول وخروج الهواء أثناء تمارين القلب والأوعية الدموية. اعتمد ريال مدريد على قناع الأكسجين خلال تدريباته في الموسم المنصرم، مما جعل الفريق يصل إلى نهاية البطولات بلياقة بدنية وذهنية عالية. تشير الإحصائيات أنه لم يسجل أي نادي في البطولات الخمس الكبرى أهدافا في آخر 15 دقيقة من المباريات أكثر من الريال ب23 هدفاً.